النهاردة كل القرايات بتتكلم على هدف مهم، هو أنت فين؟ السؤال أنت فين؟ ممكن نسأله بطريقة تانية، أنت رايح على فين؟ ليه القرايات بتتكلم عن كده؟ أغلب قرايات اليوم بتتكلم على مثلا الخمس عذارى الحكيمات والخمس عذارى الجاهلات. مجموعة منهم دخلوا الفردوس كانوا مستعدين والآخرين ما كانوش مستعدين. في إنجيل الساعة 11 من يوم الثلاث بنسميه إنجيل الوزنات، اتنين منهم تجروا في الوزنات بتاعتهم، صاحب الخمس وزنات وصاحب الوزنتين، فدول كسبوا ودخلوا الفردوس فعرفوا هم فين. عشان كده امتدحهم رب المجد قال نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين على القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. صاحب الوزنة بقى، صاحب الوزنة جه قال له يا سيد أنا علمت أنك تزرع من حيث لا تحصد وتحصد من حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت ودفنت وزنتك في الأرض ولي ليك أهي اتفضل خدها. فالرد كان من رب المجد يسوع قوي جدا، قال له أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت مكانك هتروح فين؟ انت مش داخل مع الاتنين التانين. وبعد شوية في نفس الانجيل بتاع معلمنا متى بيتكلم على سيد المسيح بيقول جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، إلى آخره. طب الناس اللي هتعمل كده يا رب هيروحوا فين؟ يقول كده رب المجد كان واضح معاهم، قال لهم أقول للأبرار تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. والمجموعة التانية اللي رفضهم رب المجد، اللي هم عرفوا رايحين على فين، رايحين على جهنم، قال لهم لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، إلى آخره، نفس الإيه الكلمات. قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية. فالسؤال بتاع النهاردة أو كلام ربنا ليه النهاردة، أنت فين؟ أنت في أنهي صيد؟ هتدخل أنهي مكان؟ أو خلي السؤال يبقى يعني أحسن، إحنا كلنا رايحين على فين؟ في ترنية بتقول رايحين على السماء على طول، مش كده؟ بس الحكاية ما تجيش بالطريقة دي، مش بسهولة ومش بصعوبة برضو. تعالوا ناخد مع بعض النهاردة كم حاجة من الناس، كم فئة من الناس اللي مش هيدخلوا السماء، ونقيم نفسنا احنا من الناس دول نغير ولا هنشكر ربنا حلوين وحنمشي في طريق السماء. البداية خلي العبارة دي قدامك، احذر من التأجيل، لأن في شيطان اسمه شيطان التأجيل، يأجل لك كل حاجة، استنى شوية لسه بدري. ده البرواز اللي نفكر فيه باستمرار، احذر من التأجيل. أبتدي معاكم بقصة لأحد الآباء الكهنة، روح بيته تعبان بالليل وكان يعني مرهق قوي، فنام نام كده نص نومة يعني، وشاف زي رؤية الشيطان جاي يقول له ابعت كل الناس، أنا قررت أنا أقفل المملكة بتاعتي، مملكة الشيطان. فقال له معقولة تتنازل كده بسهولة؟ قال له آه. قال له طيب إيه السبب؟ قال له أنا عايز أبيع كل ممتلكاتي، الناس اللي عندهم كبرياء يجوا ياخدوا من عندي الممتلكات بتاعت الكبرياء، والناس اللي وقعوا في خطية الزنا يجوا ياخدوا ممتلكات الزنا،
هنخلص الخطايا خلاص، ما عادش في خطايا. ابونا يعني بيفكر وهو نايم، قال لك دي حاجه جميله قوي. تبيع الاواني بكام؟ الكبرياء قال له مثلا بمليون جنيه، والتاني بمليون دولار واتفر. فابونا قاعد يفكر دي حاجه كويسه قوي، احنا نلم الفلوس عشان نقضي على الخطيه خالص خالص. وفعلا ابتدى ابونا يفكر ويقول للناس يلا دي فرصه مش هتعوض تاني. لكن جيت الشيطان قال له حاجه واحده مش هتنازل عنها. ايه هي الحاجه ديت اللي عايز يمسك فيها الشيطان؟ التاجيل، خطيه التاجيل. لان منها انا هوقع الناس تاني مره، اقول له يا اخي اجل شويه. يعني عايز يصلي اقول له ماله صلي، مش هقول لك لا صلي، بس ايه رايك لما الاول بعد ما تتعشى وتبقى هادي كده قوم صلي. يجي يقوم بعد ما يخلص عشاء يجي يصلي يلاقي نفسه يقول يا اخي طب نام لغايه بكره، انت تعبان النهارده. تاجيل في تاجيل في تاجيل. عايز اقرا الانجيل النهارده، قررت اقرا الانجيل النهارده، وامسك الانجيل الاقي صوت يجي يقول لي طيب خلص الاول المشوار اللي انت وراك ده وبعدين ارجع تاني اقرا الانجيل. وده وقت ياخدني على وقت، ياخدني على وقت، وفي الاخر انا ما بعملش حاجه. فالشيطان ذكي او خبيث، بلاش ذكي، عنده خبث. قال لك لا سيب لي الحكايه دي بتاعتي انا هلعب بيها حته الايه؟ التاجيل. اول فئه ربما مش هتدخل السماء ونشوف نفسنا منها، لا، فئه الناس المتكبرين غير الخاضعين. يا ترى انا من الناس اللي بتكبر؟ ده في ناس بتكبر على ربنا مش على الناس بس. انا من الناس اللي بتكبر ولا انا من الناس اللي عندي اتضاع كده وخاضع؟ انا من الناس دايما اقول لولايا انا اللي عملت. انا من الناس اللي اقول انا افهم في كل حاجه محدش يفهم قدي. انا من الناس اللي بقول ان مثلا الشغل اللي انا فيه دوت بسبب ان انا شاطر شاطر شاطر، لكن ما ببصش على نعمه ربنا. انا من انهي ناس؟ خلي بالكوا ان المسيح داخل اورشليم في مجموعه من الناس اللي هم حاسين بنفسهم شويه، بصوا عليه كده قال لك ده الراجل ده غلبان، جه على حته حماره، معقول ده الملك هيمشي وراه؟ دول اللي كتبوا الفارسيين. امال مين اللي مش مشي مع المسيح قاعد يقول له اصلنا وشعنا؟ مين اللي قاعد يقول كده؟ الناس البسطة، الناس الغلابه، الناس اللي حاسين ان صحيح هو على حمار بس ده الملك بتاعنا، ملك اسرائيل. الناس التانيه معندين بصين له كده وبيصغروا له، معقول انت؟ مش هينفع. مع ان التوراه بتاعتهم زي ما قلنا امبارح، التوراه كلها مليانه نبوات على ان هذا هو ملك اسرائيل، ابن داود، ملك ابن ملك. لكن مش قادرين يصدقوا ان الملك بتاعهم يجي بالمنظر دوت. عشان كده اذا كنت من الناس البسطة اللي حاسس القوة اللي عندك دي او النعمة اللي عندك دي بتاعت ربنا، هندخل السماء. لكن حاسس ان النعمة اللي عندك دي او البركة اللي انت فيها ديت بتاعتك انت، يبقى محتاج ان احنا نعيد الايه؟ النظر مرة تانية. خلي بالكم من نقطة مهمة جدا، ان ربما الناس اللي حاسين بذاتهم دول ناس نحطهم في الكاتيجوري بتاع متدينين، شكلهم متدين، يعني شمامسة، أسس، سقفة، بطاركة، واتفر، محطوطين في البرواز دوت أنا متدين. يجي الشيطان يقول لك إيه؟ ده أنت أحسن من الكل، ده أنت حافظ ألحان محدش حافظها. ويجي الواحد تاني خادم يقول له ده أنت أحسن واحد في الخدمة، ده أنت عمال تشتغل بإيدك وسنانك، مين زيك بيشتغل؟ أحس بكده. ويمكن أتكلم مع الخادم بتاعي كبير أقول له هو زميلي ده ما بيشتغلش ليه؟ أنا بشتغل أكتر منه، أنت جاي تكلمني أنا؟ وهكذا. أسلوب من التدين الخاطئ اللي ربما يعني نيجي وقت إن احنا نحس إنه التدين دوت أو الصورة ديت ربما تضيعنا. لكن الناس الخدام الغلابة اللي هم يعني عارفين قد إيه قدر نفسهم وإن نعمة ربنا بتسندهم، مختلفين تماما. قصة حقيقية حصلت في الكنيسة اللي كنت بخدم فيها في مصر. من حوالي شهرين كده
راح السماء ولد صغير في آخر سنة. راح في حادثة يعني، كان بيذاكر مع واحد صاحبه، هو ماشي على الرصيف مروح بالليل، واتنين عيال بيلعبوا بالعربية، طلعت فوق الرصيف خبطته في سور حديد. يعني الولد دوت من يومه بنسميه احنا يعني، كان صغير كده زمان يعني، يعني لسه ولد صغير، سميه ايه؟ ابن موت. ليه ابن موت؟ تعرض لحاجات كتير قوي ربنا كان بينجيه. يبدو ان التجارب اللي دخل فيها الولد ديت خلته انسان قريب جدا من ربنا. ودايما على فكره ما نحسش بقيمه الشخص اللي معانا الا لما بيتاخد مننا. ف طبعا انا بقالي هنا حوالي 4 سنين أو 5 سنين، فيعني مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط يعني بالتفصيل في الكنيسه، لكن شفت الكومنتات اللي كاتبينها زمايله. الولد ده كان بسيط جدا، وكان اخر سنه في كليه حاسبات ومعلومات، لكن كان شخص لوحده. الخدمه تهيج والخدام يهيجوا على الكهنه ويهيجوا على، انتوا عارفين طبعا الثوره في مصر خلت الكل بيزعق في مصر، ويبدو انهم فهموا الحريه غلط يعني، يزعقوا ويعملوا، والولد دوت في حاله بيخدم ملوش دعوه بحاجه. يبص على الشمامسه كلهم ما حدش بيعمل التسبحة كتير كل يوم، يروح لوحده يعمل التسبحة كل يوم. هو ده اللي يروح السماء. أول فئة مش هتدخل السماء أو ربما محتاجة تعيد النظر هي الناس اللي حاسة بذاتها. تاني فئة من اللي ناخدها أيضا من الإنجيل النهاردة، الناس اللي هم بيتكلوا على غناهم، المتكلين على أموالهم. رب المجد اتكلم في الحتة ديت، قال مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الإيه؟ ملكوت السماوات. فقالوا يا رب طب بعدين؟ طب والناس الأغنياء دي اللي هيروحوا فين؟ كلهم رايحين النار. فرب المجد صلحها تاني، المرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني متكل على أمواله. الاتكال ده، الأغنياء هيروحوا السماء بس لو قدروا يستخدموا الفلوس بتاعتهم ده استخدام صح، لو قدروا يوظفوا المال اللي مش بتاعهم ده مال ربنا يوظفوا بطريقة صح ده يدخل السماء. عشان كده رب المجد قال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلمة حتى متى فنيتم إيه؟ يقبلونكم في المظال الأبدي. يعني إيه؟ يعني اعمل ليك بالمال دوت، مال الظلم المقصود به المال اللي انت حجبته عشورك مش عايز تدفعها، يعني مستخسرها في ربنا. عايز أقول لكم معلومة احنا كنا لمسينها في مصر، أنا معرفش هنا النظام ماشي ازاي المال يعني، لكن الأغني الكنيسة القبطية في مصر غنية جدا بفقراء بتوعها. تاني، الكنيسة في مصر غنية جدا بالفقراء بتوعها وفقيرة جدا بالأغنياء بتوعها، لأن الغني يحط قرش مش عايز يطلعه، عايز يحط جنبه قرش تاني، جنيه يبقى جنبه جنيه مش عايز يطلع. الفقراء اللي هم الموظفين يعني العاديين طلعوا عشرهم ويبقى حريص جدا ويجيبهم بالظبط ويقولي طب ممكن أدي بزيادة بس الشهر الجاي. فاهمين الفكرة؟ دول الناس اللي داخلين. لكن الغني اللي متكل على أمواله دوت صعب إنه يدخل. ده المرور بتاع جمل من شايفين ثقب إبرة دي أسهل كتير قوي من إن واحد فاكر إن المال هيسنده. فاكر الحكاية ديت، وده غلبان. الشخص اللي حاسس الإحساس دوت غلبان، لأن كل حاجة ممكن تروح فين في لحظة. من أجمل لو خدتوا بالكوا يعني كان موجود الصبح المزمور دوت، الكنيسة لما رتبت مزمور اسمه كرسيك يا الله
حد عارف كمالته؟ ها؟ كرسيك الله الإله أبد الأبد، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. ده بيتكلم على مين؟ على الله. وقضيب الاستقامة اللي هو المسيح، القضيب الخارج من إيه؟ من أصل يهوذا. ده بيتكلم على المسيح. تقوم الكنيسة بوعيها تكمل المزمور دوت بمزمور تاني. ادي المزمور كده، وطبعا ده بياخد حوالي ربع ساعه نقدر ان هو لحن بكسرونوس قلنا النهارده الظهر. لكن الكنيسه في عيها تقول ايه؟ طوبى في كماله المزمور، يعني حطت مزمورين جنب بعض. طوبى للذي يتفهم امر المسكين والفقير في يوم الدين. ينجيه الرب في اليوم الاخير، ربنا ينجيه. اللي يفهم يعني ايه ادي الفقير والمسكين، مش معناها العطاء المادي، اطبطب على حد، اسال على حد، اجامل حد. السيد المسيح لما جه قال جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، لغايه هنا يمكن عطايا ماديه، كنت مريضا فزرتموني، ما قالش تجيبوا معاكوا شوكولاته، هو عايزنا زياره، مش كده؟ ساعات صدقوني المجاملات المادية تخلينا نحجب على ان احنا نروح للناس في بعض الاحيان. يا كتير بقى عمال اصرف يمين وشمال. وقال بعد كده بعديها قال ايه؟ كنت مسجونا فايه؟ زرتموني برضو، مش كده؟ هو ده المطلوب مننا، وده التدريب بتاعنا. احنا كل يوم بناخد تدريب، ده التدريب بتاع النهاردة. فكر كده، كم واحد محتاج سؤال منك؟ كم واحد مريض؟ كم واحد مظلوم؟ كم واحد حاسس انه في ضيقه؟ كم واحد حاسس انه محتاج كلمه، محتاج لمسه، محتاج زياره، محتاج ماديات؟ فكر فكر، احسن يجري بينا العمر والناس حوالينا واحنا مش قادرين نعمل حاجه، احنا فاكرين ان احنا وبس. لا، الانسان المتكل على غناه ربما محتاج يعيد النظر تاني لالا يحرم من الايه؟ من دخول الملكوت. ثالث فئه، فئه الرافضين الخلاص. يعني ايه رافضين الخلاص؟ يعني ثق تماما ان اي واحد فينا بيصلي بقلبه وبيطلب خلاص، خلاص الرب، ربنا هيديله الخلاص دوت. ده فاقد، ده مش عايز بقى، في واحد مش عايز، انا كده كويس، انا كده مبسوط، انا مش محتاج. احتاج الكنيسه في ايه؟ هحتاج الأسرار في إيه؟ هحتاج الكتاب المقدس في إيه؟ أنا رافض، أنا مش عايز، من جوايا مش عايز. ناس ماشية لوحدها كده. في واحد لا يحتاج إلى توبة، حاسس أنه تايب باستمرار. في واحد عايش حياة التوبة باستمرار، بيتوب بيتوب، عمل غلطة يجي على طول يقوم مقدم توبة عن الغلطة ديت. حاسس بضعف يروح ياخد قوة من ربنا. ده إنسان مش رافض الخلاص، ده بيجري ورا خلاص الرب. عشان كده لازم نفكر، هل أنا من الناس اللي برفض الخلاص؟ حاسس أنا أفضل من غيري؟ حاسس أن أنا مش محتاج ربنا في حاجة؟ ولا محتاج ربنا باستمرار في حياتي؟ في ناس شايفين هم كويسين أفضل من الآخرين. الأصعب من كده، ربما الناس ديت ما تبقاش بس شعب، ربما يبقى كاهن وأسقف، كلنا مليانين من الغلط. عشان كده في سفر الرؤيا يقول كده رب المجد إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر. فاتر يعني ليك لا طعم ولا لون ولا ريحة، حاجة كده ملهاش حاجة خالص. لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، ثلاث مرات يكرر دي، لست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني إيه؟ يعني ربنا حيرجع خلاص الشخص ده مش قادر يقبله. عارفين يكون واحد نفسه غم عليه كده مش قادر، ليه؟ شخص كده حاسس ان هو احسن من الكل، مش محتاج خلاص الرب، انا عايش كده وخلاص، بيجي يجي. ده في ناس بتبقى مهيئه نفسها انها رايحه النار، يعني تقول لك ايه، يلا اعمل الخطيئه هي بجمله دي، ما انا رايحين رايحين. طب وليه كده؟ انت عندك فرصه للتوبه والرجوع.
لا فكر. بيكمل بعد كده رب المجد في الحتة دي يقول إيه؟ لأنك أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول أنك غني، أنت فاكر أنك أنت غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. بعدين يكمل يقول إيه؟ أنت الشقي، خلي بالكوا كذا حاجة، أنت الشقي البائس الفقير الأعمى العريان. ده أسقف، أسقف بس حاسس أنه مش محتاج الخلاص. أنت استغنيت باللي أنت فيه؟ لا، أنت وقفت لغاية المرحلة دي ما ينفعش. أنت فاكر عشان خاطر أنت خادم في الكنيسة خلاص يبقى أنت بالنسبة لك الموضوع سهل؟ لا، يا ما هندخل فوق هنتخيل معانا ناس كتير مش هنلاقيهم، ونلاقي ناس تانية خالص كنا فاكينهم مش داخلين وسبقونا سبقونا. فكر انت محتاج خلاص الرب باستمرار ولا انت مش محتاج خلاص الرب، وراجع نفسك في الحكاية دي. اخر حاجة اقولها، الناس دايما بنختلف في الحتة دي، غير المؤمنين، غير المؤمنين مش هيدخلوا. ليه مش هيدخلوا؟ دول ناس عرفوا وصل لهم كلمة الحق لكن رافضين وبيشتموا الحق ذاته، بيشتموا بيهينوا المسيح. طب أنا بديك فرصة، بديك فرصة عشان خاطر تتوب وترجع مرة تانية، غير المؤمن. طب ما ترجع، طب ما تيجي، طب أنا مستنيك. لا، دول مجموعة من الناس اللي عاملين زي الكتبة والفريسيين اللي شافوا قدام عينهم خلاص الرب وينادوا بعكس كده، يقولوا عليه بعلي زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يبقى عمل لهم كل المعجزات، عمل كل المعجزات ولولادهم ودخل المجمع وعلم في المجمع بتاعهم، يقول لك لا 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 مش هو ده الملك بتاعنا، رافضين، انا مش مؤمن بان هو ده المسيح المنتظر، مش مؤمن. عارفين عاملين زي ايه؟ زي اليهود الحاليين، يظهر النور من القبر المقدس كل سنة في المعاد ويشوفوا النور دوت ويولعوا منه ممكن، لكن مش قادرين يؤمنوا، مش عايزين يؤمنوا، رافضين الإيمان دوت. بل بالعكس، لما يشوفونا كده باللبس بتاعنا هناك، يعني أنا فاكر لما روحت السنة اللي فاتت ما خدتش بالي يعني، فأنا ماشي كده في الجروب فلقيت كان معايا أب كاهن تاني من هناك، يعني نتمشى حين من مكان للتانية، فلقيت واحد من اللي هم بيلبسوا الطاقية دول راح تافف على الأرض لما شافنا إحنا الاتنين. نفسي أخده أقول له تعالى بص على القيامة، بص على كنيسة القيامة، أنتوا مش مصدقيني إزاي، مش مصدقيني إزاي. وهم اللي بيفتشوا البطرك هو داخل، يعني إجراءات أمنية واضحة ما فيش تلاعب فيها. ناس رافضة، ناس غير مؤمنة، مش عايزة تؤمن. تفتكروا زي دول يدخلوا؟ مش هيدخلوا. أربع فئات إحنا على الأقل ممكن نكون من الثلاثة الأولانيين. فئة الناس اللي حاسين بذاتهم في عناد وكبرياء وعدم خضوع، أو فئة الناس اللي منتكل على اللي عندنا الغنى بتاعنا أكتر من نتكل على ربنا، زي الـ 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 الشخص اللي هو أو الإنجيل اللي قال جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، ما حدش بيسأل في الآخرين. دايما يقولوا التعبير دوت، أحد الآباء القديسين قال عمل الرحمة، أي بقى الرحمة فلوس، يعني دفع فلوس لحد فقرة، عمل الرحمة مع واحد تعبان متضايق، عمل الرحمة أول الأعمال إلى طريق الملكوت، يعني اللي تفتح لك باب الملكوت عمل الرحمة. ده تدربنا، فكر ازاي يبقى عندي عمل رحمة مع الآخرين، او اكون ناس من الناس اللي رافضين الخلاص. ربنا يحفظنا كلنا ويدينا نعمة عشان خاطر نبقى من الناس اللي داخلين. النهاردة كله بيتكلم على يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، وانا وعمل اقرأ 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 ونسمع كل حاجة. طب انا يا رب داخل من ضمن الناس اللي داخلين دول ولا لا؟ طب خليني يا رب زي الخمس عذارى الحاكمات، نفسي ابقى زيهم كده، ناس بتفكر. خليني زي الناس اللي بتاخد بالها من الاخرين دول وترحمهم.
أخشى أنا أقول تعبير ما تزعلوش مني، خليني حتى زي الجحش اللي ركبته ودخلت بيه أورشليم. مش كان في ناس عظماء قاعدين بره ما دوش مش ورا المسيح، والجحش دخل أورشليم. شفتوا إزاي؟ بساطة. الناس البسطة في تعاملاتهم، الناس البسيطة دي على فكرة اللي هم معاهم القليل قلبهم بسيط، عينيهم بسيطة وعينيهم على السماء، فداخلين داخلين. عارفين اللي نقعد نتكلم في أمور اللاهوتية كتير، والتعبير الجميل اللي بحب أقوله باستمرار يقول لك بينما يتباحث العلماء على الأمور اللاهوتية يتسلل البسطاء إلى السماء. خليها قدام عينيكم، مش كل حاجة نعملها بالعلم. أنا عارف إن دي مشكلة عندنا هنا في المهجر، ولادنا عايزين نثبت لهم كل حاجة، لكن صدقوني بالصلاة هيفهموا من غير ما نقول لهم حاجة. لإلهنا كل مجد من الآن والأبد، أمين. نسأل الضراء إليك يا سيد الله الآب ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم.